انا ماشي سوقي فيها. لا, لا شوفي انا من ناحيتي انا ما كنسولش علاش تكون حاضر, كنجي ندير الخدمه ديالي ونمشي في حالي. فاطمه الزهراء او غيرها ينزل لي بغا, مي انا نزلت لا بوست, نزلت لو بوست و دنيا باطمه ما كتكبرش بالنصابين, دونك هادشي كيقيسني حتى انا. فهمتي كيفاش؟ انا ما كنكبرش بالنصابين, يكون الناس باحتيال, الا كان فلوس, الا ناس ما غتاخذ من عند الناس فلوس, وانما هذا الايفينمون خاص, دعوه خاصه فقط للناس من البرازيل, وانا لبنى صحفيين مغاربه, وكذلك الناس اللي عندهم مراكز التجميل, يعني دعوه خاصه جدا. فما فهمتش الناس باحتيال فين كاين في الموضوع, ما فهمتش. حصريا على موقعنا, هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.